ويستلم الموظف في اخر الشهر الجفاف يقسو على الاهوار والاهالي يعلنون النزوح فهل يمحو شح المياه الارث التاريخي للعراق مشاهدينا هل تساءلتم عن جدوى التحول الالكتروني وما هي المنافع الماليه والاقتصاديه لهذا التبدل؟ ومتى يمكن للعراق أن يتحول من زمن الكاش أو يغادر الكاش ويتحول لعالم الدفع الإلكتروني؟ إذًا مشاهدينا، تجه العراق نحو التحول للدفع الإلكتروني لإصلاح الاقتصاد وسحب النقد للمصارف الحكومية لتحقيق أهداف اقتصادية من بينها تطوير القطاع المالي والمصرفي وتضييق الخناق على منافذ الفساد داخل المؤسسات الحكومية كما تتابعون. ومن بين الفوائد التي تتحقق من التحول للدفع، أو التحول الدفع الإلكتروني، مراقبة حركة المال، إذ يقدّر مختصون بأن 92% من العملة المتداولة هي خارج إدارة، أو إرادة المصارف، وأغلبها مدّخرة في البيوت، ما يعني أنها قد تستخدم لأغراض غير شرعية دون السيطرة عليها. ويحقق التحول مشاهدينا التحول الإلكتروني أمانًا أكبر من ناحية حمل كميات كبيرة من النقود، ما يعرّض صاحبها للسرقة أو الاحتيال، بخلاف البطاقة الائتمانية التي تكون محمية بكلمة سر، ويتأكد الدفع برسالة نصية. ومن المميزات التي قد تُمنح للمتاجر المتعاملة إلكترونيًا بينها إعفاءات من الضرائب، ومنح حامل البطاقة الإلكترونية أحقية التعامل بسعر الدولار الرسمي المقرر 1360 دينار لكل دولار واحد، فهل يتمكن العراق من التحول للدفع الإلكتروني ويغادر زمان الكاش؟ معاناةٌ كبيرةٌ تعيشها النساء اللواتي فقدن المعي في وتحديدًا في دوائر الدولة حيث يرى مراقبون ان الحوكمه الالكترونيه قد تكون بمثابه اولى خطوات التخفيف عن هذه الشريحه في ظل مصاعب الحياه، نتابع التفاصيل مع احمد الجفال. النساء وتحديدا اللواتي فقدن المعيل بسبب الحرب الاخيره، باتوا اليوم يواجهن مصاعب الحياه لوحدهن. ويكاد يكون ملف إنجاز المعاملات هو واحد من أبرز التحديات أمام النساء في نينوى وملف التعويضات خير مثال على تلك المعاناة واجهت صعوبات كبيرة في المراجعات في دائما تحتاج المرأة إلى من يرافقها يعني من مثل الرجل هذا الأمر كانت واجه إضافة إلى الصعوبات المادية اللي واجهتها بعض النساء وجدت نفسها فجأة هي الأم والأب وجدت نفسها تتحمل مسؤولية كاملة مسؤولية الأطفال مسؤولية التربية مسؤولية الإنفاق جل النساء وجدوا أنفسهن أمام معترك الحياة وتحمل مسؤولياتها رغم جهلهن بالكثير من تلك الأعباء التي لم يخطر في بالهن يوما بأنها ستقع على عاتقهن لذلك كان لابد لهن من عون على مصاعب الحياة وهذا ما حاولت سد مكانه المنظمات الدولية والمحلية ربما عملت المنظمات جنبا إلى جنب الدوائر الحكومية لمساعدة ودعم النساء في هذه الجوانب منظمة المسألة واحدة من المنظمات اللي اشتغلت في هذا المجال عملت في مجال التمكين النفسي ودعم النفسي للنساء وأيضا عملت في مجال التمكين الاقتصادي فتح المشاريع الصغيرة وتعاون مع المنظمات اللي تقدم المنح لتطوير هذه المشاريع العديد من النساء الفاعلات وجدوا أن الحلول لا بد أن تكون ذات أمد طويل لحل تلك المشاكل المركبة والحوكمة الألكترونية قد تخفف بشكل كبير معاناتهن في دوائر الدولة وعدم استغلال هذه الحاجة من قبل ضعفاء النفوس طبعا شيء اكيد الحوكمه الرقميه او الالكترونيه هي يمكن راح تكون تسهل عمليه دخولها للمعاملات المتضررين حتى المعنفات لانها اولا من ناحيه السريه ثانيا من الناحية أنها تتجنب أنه تتواصل مع أشخاص ممكن أنه تستغل ماديا ومعنويا وكثير من الأمور اللي إحنا بحاجة الابتعاد عنها حاليا رؤى وأفكار عديدة تشارك فيها رجال من الحكومة المحلية والمنظمات الإنسانية ومخرجات أنتجت حلول لكن تلك الحلول تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع وهذا ما ستترجمه مدى جدية الحكومة المحلية والمركزية على حد سواء من الموصل احمد جفال قناه الجدل الفضائيه قال رجال اعمال وتجار في الموصل ان عرقله الحوالات الماليه للمدينه انعكس سلبا على الواقع التجاري والمالي ما شجع رؤوس الاموال لمغادره المحافظه هناك مشكله في في محافظه نينوى وليس في محافظه هي فقط وانما في كل المحافظات المحرره هو موضوع الدولار طبعا موضوع الدولار لا يخضع فقط الى يعني القرار البنك المركزي وقرار العراق هناك مراقبه من قبل الفيدرال الامريكي والفيدرال لديه قوائم قوائم سوداء لبعض المؤسسات وبعض الأشخاص الوضع بشكل عام بالنسبة لرجال الأعمال والشركات بشكل عام موضوع الحوالات موضوع يعني جدا شائك يعني بعد التحرير في نينوى أكثر الرجال الأعمال الموجودين اللي كانوا بالخارج كانوا متأملين خير في أنه يعود العمل والنشاط إلى نينوى لكن بسبب الصعوبات اللي يعانوها بشكل عام موضوع الحوالات والتحويل والاعتمادات وخاصة في نينوى البعض تردد في هذا الأمر أو بدأ بدايات بسيطة لكن المعوقات قد تؤدي إلى الهجرة العكسية باتجاه الخارج بعد أن تسببت بمشكلات اجتماعية كبيرة وأتراكم دعويها في مراكز الشرطة أقدمت وزارة الداخلية في كردستان على حظر شرائح النقال أو النقال غير المسجلة والمعروفة شعبيا بالعلوج الأمر الذي لاقى أصداء إيجابية لدى الأهالي نتابع التفاصيل مع مخلد محمد دخل قرار وزارة الداخلية في إقليم كردستان حضر ما تسمى بظاهرة بيع شرائح الاتصال غير المسجلة حيز التنفيذ حيث بدأت اللجان المعنية بحملات لمنع بيع هذه الشرائح رسميا لما تسببه من مشاكل اجتماعية كبيرة دعاوي كثيره في مراكز الشرطه هذا السيم كارتات يسموها علوج يعني ما باسم احد ف مثل ما قلت صارت دعاوي كثيره على هذا الموضوع يهددون باشخاص ينشرون بها صور للعوائل فحالات يعني بال... بال... يصير بالمجتمع او حالات بين الزوج والزوجه فتلك الارقام الغير مسجله صارت بكثره يقومون ببيع شراء من قبل الاشخاص المحددين. فتمكنا احنا من شرطه سليمانيه من منع تلك السيم كارتات وهسه لا يوجد اي سيم كارت غير مسجله في سليمانيه. القرار عده الشارع الكردي مهما جدا لأنه سيسهم في الحد من المشكلات الاجتماعية حيث أن هذه الشرائح غير المسجلة تتسبب بتأثير سيء على المجتمع حيث كان بإمكان شراء شريحة غير مسجلة والقيام بأفعال مشينة دون عقاب قرار وزارة الداخلية في حكومة أقليم كردستان صائب جداً وجيد ونحن كمراكز بيع ارقام الهواتف نشدد على اهميه ان تكون المستمسكات الرسميه حاضره في شراء اي شريحه هاتفيه وندعو جميع مراكز بيع الشراء الهاتفيه ان تدعم هذا القرار للحد من ظاهره الاعمال الغير صحيحه تجاه الاخرين ونشدد حكومه الاقليم اجراءاتها ضد المتسببين في حيازه ارقام غير مسجله والاماكن الغير رسميه ببيعها. طبعا مشاكل كثيره اذا ما يكون مصدر شخص معلوم، اذا يكون مصدر الشخص مجهول آه وراي كل مشاكل كثيرة يعني يصير بتلاعب بيصير بانتهاك بي الحرمات انتهاك للشرف مسائل غير قانونية كثيرة كثيرة يعني صار في غنى عنها قرار وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان ألزم شركات الاتصالات العاملة في الإقليم ووكلاء بيع شرائح الهاتف النقال تسجيلها بشكل قانوني وذلك من أجل مكافحة إساءة استخدام أجهزة الاتصالات وجرائم الابتزاز الإلكترونية من السليمانية مخلد محمد. قناة دجلة الفضائية. والان مشاهدينا ننتقل واياكم الى باب اخر من ابواب البترول وخصوصا في الانبار اذ عوامل عده حالت دون اعاده تشغيل المعامل والمصانع. في وقت تتعالى الأصوات لتشغيل الأيادي العاملة مراقبون شددوا على أهمية استثمار الطاقات بعيدا عن الفساد الذي أدى لهدر الثروات في العراق خلينا نشوف التفاصيل مع عم محسن يضم العراق مئات المعامل والمصانع المهمة المتوقفة منذ سنوات لأسباب مختلفة والتي كانت تستقطب آلاف العاملين فيها وبينها عشرات المعامل والمصانع المهمة في محافظة الأنبار والتي توقف بعضها وما زال ينتظر التشغيل تواجه مشاريع المدن الصناعية إهمالاً كبيراً وعرقلة ملحوظة لمراحل إنجازها برغم أهميتها وجدواها الاقتصادية المعامل والمصانع لا إعادة تأهيلها والعمل لما لها أهمية كبيرة في تشغيل العياد العاملة القضاء على البطالة رفض الموازنة العامة بأموال كثيرة والقضاء على المستورد بالنسبة للمعامل اللي أغلقت يعني صار لها أكثر من عشرين سنة هاي المعامل كانت مصدر رزق كانت مصدر رزق لكثير من العوائل العاطلين عن العمل يعني كانت آلاف مؤلفة من العراقيين كانوا يشتغلون كانت تستقطب العقول العراقية العقل العراقي كان يلقي محل بهاي المعامل الخطوط الانتاجيه اللي كنا نغذي بها مو بس العراق وانما حتى كنا نصدر للخارج يعني معمل الفوسفات، معمل الاسمنت مال الكبيس، مال معمل الاسمنت القائم، معمل الزجاج والسيراميك، اذا حسبت العاملين بها راح يطلع لك عدد مهول جدا وعوائل هوايه كانت عايشه عليها. يطالب اهالي الانبار باعاده المدن الصناعيه والمعامل في محافظتهم للعمل من, من جديد بعد توقفها سنوات طوال بهدف القضاء على البطاله والمستورد من الخارج. نعم احنا عندنا الكثير من الخريجين يعني الخريجين اختصاصات مختلفه من هندسه من الكهرباء من المصانع فراح نحتاجهم اكيد بهذا الشغل مالتنا في تشغيل المصانع مثل ما تعرفون الانبار بها ثروات كثيره وبها معادن كثيره راح نستفاد منها مستقبلا وبين مراقبون ان تشغيل المصانع يسهم في دعم الاستقرار خصوصا في المناطق الحدوديه مثل حقل عكاز ومعامل الفوسفاتي في القائمه ومصانع الاسمنت ومعامل الزجاج والسيراميكا وذلك لتوفير فرص عمل في مجال النقل والتعبئة من داخل المحافظة وخارجها عمر محسن قناة دجلة الفضائية محافظة الأنبار كما أعلن وزير النقل في الموصل افتتاح ثلاثة مشاريع في المدينة تسهم بتطوير قطاع النقل العام فيما أكد الإسراع بتنفيذ متطلبات مرور طريق التنمية الاستراتيجي وإعادة قطار المسافرين للعمل بعد توقفه لسنوات الإسراع بحسم متطلبات مرور طريق التنمية من خلال محافظة الموصل خصوصا موضوعة الاستملاكات والتعارضات وحسمها بالسرعة الممكنة كذلك ناقشنا موضوعة النقل العام وتعلمون أن النقل العام آه تم آه اعادته في آه محافظه الموصل وهي اول محافظه بالعراق نعيد لها موضوعه النقل العام، طلب السيد المحافظ تعزيز مشروع النقل العام في عموم المحافظه. آه ان شاء الله سنبحث هذا الموضوع مع الدائره المختصه ونحن نعلم جيدا ان النقل العام آه مهم جدا في حياه المواطن لاسباب التاليه منها تخفيف الكاهل آه آه الاجره على المواطن، ثانيا فك الاختناقات والازدحامات المروريه ثلاثه تحسين البيئه وبالتالي هذا المشروع مهم جدا ان شاء الله سيتم تعزيزه في محافظه الموصل اضف الى ذلك ناقشنا موضوعة سكك الحديد وضروره اعاده قطار المسافرين الموصل لانه كما تعلمون الان القطار الموجود هو لنقل البضائع والى الموصل كشف المحافظ عبد القادر دخيل عن توجه لإعمار المدينة القديمة التي دمرها الإرهاب فضلا عن الواجهة النهرية بكلفة تصل ل 96 مليار فيما أكد مراقبون على ضرورة العمل بشفافية لتعزيز ثقة المواطنين بصراحة لدينا مشاريع مهمة واستراتيجية استراتيجية في مقدمة مشروع الواجهة النهرية للمدينة القديمة هذا المشروع هو المشروع التنفيذي بكلفة 96 مليار المنطقة المستهدفة هي التي تمتد من الجسر القديم إلى الجسر الخامس وبعمق أكثر من 200 متر وقسم منها أقل من 200 متر حسب المخطط الموجود منح السلطة المحلية مزيد من الشفافية مع المجتمع المحلي وأيضا بإمكان المجتمع المحلي أن يساهم في تقديم مقترحات مناسبة ملائمة للحكومة المحلية سواء عن القائمة حاليا أو التي سوف تشكل بالمستقبل من أجل تقديم برامج تكون اكثر استجابه او مستجيبه لاحتياجات المجتمع. صراحه مثل هذه الجلسات جدا مهمه ويفضل ان تكون بشكل دوري لان مثل ما لاحظنا نتائجها مثمره اكو تواصل مباشر مثلا مع المحافظ مع مدير البلديه مع مسؤولين الحكومه المحليه ومسؤولين دوائر الدوله المحليه في مدينه الموصل تم طرح كافه المشاكل اللي تعاني من المحافظه في كافه القطاعات. شكى مواطنون مشاهدين في الواسط من انتشار البسطيات على الشوارع العامه في المحافظه، ما يشوه صوره المدينه امام الوافدين من المحافظات الاخرى محملين الجهات الحكوميه مسؤوليه عدم رفع التجاوزات على الطرقات العامه. خلينا نشوف تفاصيل مع محمد الامار ايضا. برغم ما تشهده واسط من تقدم وتطور ملحوظ على مستوى الخدمات الحكوميه المقدمه والتي نالت استحسان المواطن. إلا أن شوارعها وأرصفتها تحولت لسوق لبيع اللحوم والفواكه والخضر بعد أن شغلها الباعة المتجولون الذين شوهوا وجه المدينة بحسب ما يرى مواطنون صراحة لا نقدر نمشي بشارع لا نقدر نمشي على رصيف الوسخ كثر بالشوارع بسببهم شيء تبيع سمك شيء تبيع لفات ما نعرف يعني شنو المشكلة هاي ما نعرف هاي روح طب سوق الشيشان شوف الصاير بي لا تقدر تطبوا بسيارة لا تقدر تطبوا بدراجة سووا لهم مكان رجعوا مرة تلاق صاروا على الشارع فما تعرف شنو هاي المشكلة يعني شو وقت راح تنحل في الآونة الأخيرة تشهد محافظة واسط أعمار كبير مع الطرق مع الأرصفة الجميلة لكن هذه الأماكن هي الآن أصبحت مهملة بسبب المتبضعين وسبب أصحاب المحال اليوم أي شارع محافظة واسط وأي رصيف تلقاه ابو السمك مبسط عليه وتلقى ابو المخضر وتلقى اصحاب الدراجات فهاي مشكله كبيره هاي ظاهره غير حضاريه راح تنهي هذا المظهر الجميل لمحافظه واسط المواطنون في واسط حملوا الجهات الحكوميه مسؤوليه محاسبه المتجاوزين اما دائره البلديه فتؤكد انها خصصت اماكن للبيع وهي ماضيه بمحاسبه المخالفين وفق القانون مديرية بلدية الكوت سباقة في إزالة التجاوزات حيث كان لها وقفة في بقامة دعاوى قضائية على الباعة المتجولين أولا تم تنبيههم وإنذارهم كمرحلة أولى وتوفير أماكن بديلة لهم لكن للأسف بعد أوقات الدوام الرسمي ويتم استغلال أيام الجمع والعطل الرسمية لدوائر الدولة يرتاد الباعة المتجولون المناطق والشوارع العامة ليتم بيع المواد التي يبيعونها لكن مديرية بلدية الكوت قامت بإجراءات حازمة وقوية وإجراءات فورية بعمل شفتات للموظفين التجاوزات <applause> وبحسب ما يرى مراقبون فإن حكومة واسط المحلية قد قطعت شوطا كبير بمحاربة مافيات تفتيت وسرقة الأراضي الحكومية ودعوات للسيطرة على الفوضى في الشوارع من محافظة واسط محمد الإمارة دجلة وإلى هذا الباب أيضا المشاهدين أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط عمليات غسل أموال كبيرة في الأبار مشيرة إلى بيع وشراء أكثر من ألف عقار في الفلوجة بطريقة شكلية ودون إجراء تحاسب ضريبي وأوضحت النزاهة أن أحد المتهمين قام بشراء 250 عقارا من أحد المطلوبين أمنيا والذي غادر العراق في عام 2016 وتحويل ملكية العقارات في عام 2020 لا في لا تسجيل 1197 عقار باسم المتهم الأول فيما تم تسجيل 40 عقار باسم متهم آخر كشف تحقيق نجرته صحيفة الغارديان أن الموظفين العاملين لدى الأمم المتحدة في العراق يطالبون برشاوى مقابل مساعدة رجال الأعمال بالفوز بعقود في مشاريع إعادة الإعمار بعد عام 2003 وذكر التحقيق نقلا عن عشرين شخص بين موظفين أمميين حاليين وسابقين ومقاولين ومسؤولين قولهم إن الأمم المتحدة تغذي ثقافة الرشوة التي تغلغلت في المجتمع العراقي وبات الفساد والعمولات شريان الحياة للسياسة في العراق حيث يطالب موظفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برشاوي تصل إلى 15% في قيمة العقد مقابل مساعدة المقاول على التنقل بنظام عطاءات الأممي المعقد لضمان اجتياز عملية التدقيق، مشيرًا إلى أن الصفقات تتم بشكل شخصي مباشر وليس على الورق لتجنب اكتشافها، فيما يعمل المسؤولون العراقيون ذوو النفوذ ببعض الأحيان كمضامين مع الطلق أو كتضامنين مع تلقي حصة من الرشاوي، فضلًا عن قيام المشرفين على المشاريع بابتزاز الشركات مقابل التوقيع على المشاريع المكتملة. أعلنت المحكمة الاتحادية العليا تأجيل موعد مرافعتها بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان إلى 18 من شباط المقبل وتنص لائحة الدعوة على الطلب بإلزام حكومتي المركز والإقليم على تطبيق الفقرة ثانيا من المادة الثالثة عشر من قانون الموازنة الاتحادية لسنوات 2023 و24 و2025 وإطلاق المستحقات المالية لإقليم كردستان وصرف رواتب الموظفين شهريا دون أي تأخير والى ملف اخر مشاهدينا احييكم من جديد بعد المصادقه على نتائج الانتخابات. ابدأ اهالي كربلاء رغبتهم في تشكيل مجالس محليه خدميه تلبي تطلعات المواطنين بتوفير الخدمات الملحه وتحقيق منجزات او منجزات على ارض الواقع. نتابع التفاصيل مع حسن هادي. يتطلع الشارع الكربلائي لانعقاد الجلسه الاولى لاعضاء مجلس محافظه كربلاء. بعد عمليه المصادقه على النتائج النهائيه من قبل المفوضيه العليا المستقله للانتخابات وسط امان الشارع الكربلائي بان يكون هذا المجلس خدمي بعيدا عن الصراعات السياسيه. انتم يلي انتخبكم الشعب ينظر لكم بعين كبيره انه انتم ممثلين لخدمته. اليوم كربلاء محتاجه محتاجه خدمات اكثر. انتم كمجلس محافظه تازروا تتفقوا تالفوا أصبحوا كتلة واحدة لخدمة هاي المحافظة والا نفس الموضوع ينعاد عليكم، المظاهرات ليست ببعيدة والشعب العراقي واعي ويراقب مثل ما انا طلعت وانتخبت وقدمت اللي علي اطلب منك انه انت تخدم محافظتي اللي انت ساكن بها وانا ساكن بها. تجارب المجالس المحافظات كلنا لدينا مؤشرات سيئة عليها في الدورات السابقة، نأمل من هذا المجلس أن يختلف اختلاف جذريًا وهذا املنا حقيقه نامل ان يتحقق هذا الامل بان يكون هناك مجلس خدمي فعلا يقدم الخدمه للمواطن ويختلف عن الصفحات او المجالس المحافظات السابقه. مرشحون فائزون لعضويه المجلس اعلنوا عن استعدادهم للعمل بروح الفريق الواحد من خلال تقديم الخدمات الاساسيه للمواطنين دون تمييز. هذا الصوت هو مو للشخص، هذا الصوت هو للاداء. هذا الصوت هو مو للعنوان هذا الصوت هو للحالة الحقيقية الصحيحة في المجتمع الكربلائي يجب أن أضاعف هذا الجهد بأضعاف مضاعفة وأقولهم لها الكربلاء كفيتوا ووفيتوا والله يمكنني إن شاء الله أنا وافيكم لهذا لهذا الوفاء الكبير نعمل فريق عمل كامل لنقدم افضل الخدمات لمدينتنا مدينه الامام الحسين ونرجو ونرجو من جميع الاخوه والاخوات الذي تمكنوا بالفوز في أعضاء مجلس المحافظات أنه يتوحدوا لأجل هذه المدينة لليد الواحدة للصوت الواحد لأجل تقديم أفضل الخدمات لهذه المدينة المدينة تستحق الأكثر يذكر أن المحافظة دخلت انتخابات مجالس المحافظات لاختيار 13 عضوا من بينهم أربع نساء حيث وصلت نسبة المشاركة إلى 44% بعد ان تنافس 250 مرشحا ومرشحه من كربلاء حسن هادي دجله الفضائيه احتلت المدارس والمستشفيات صداره المشاريع المتركه في محافظه ذيقار خاصه جراء تنامي الفساد والمعرقلات التي تعترض استكمالها فيما تبرز الحاجه المحليه التي او تلك او الى تلك البنى التحتيه لكن مصيرها المجهول يثير غضب المواطنين على سطوه الاحزاب ورجال الاعمال. ما يلفت الانتباه وانت تتجول في محافظه ديقار هو مشاهده اعداد المشاريع الخدميه المتوقفه واهمها المستشفيات او المباني المدرسيه والتي مضى على احالتها سنوات عده الذي ارجعه مراقبون الى وجود فساد كبير من قبل الجهات التي احالت المشاريع. نحن الان في مشروع انشاء مستشفى الحوراء للولاده والاطفال سعة 100 سرير و30 سرير طوارئ. طبعا المشروع مثل ما تشوفون المشروع هو بواقع مساحة 16 دونم، نسبة الإنجاز تجاوزت ال 95%. المشروع كامل من ناحية البناية الرئيسية، دار الأطباء، دار الممرضات، المشرحة، وتم إضافة بعض الأعمال الإضافية حديثا في شهر الثالث العام عام 2023 ونحن الآن في إنجازه. و وواصلات الى مراحل نهائيه. طبعا بعض المعوقات الموجوده عندنا بالمشروع اللي هو امر الغيار اللي تم رفعه في شهر الثامن من عام 2023 الى وزاره التخطيط ولحد الان لم يكمل اجراءاته الاداريه وما ما وافقت عليها اعتقد اللي وصل وزاره التخطيط وما اعتقد وافقوا عليها فهذا يعتبر مشكله كبيره يعني انه مستشفى ينجز اليوم بدون اجهزه طبيه. ولا تزال المشاريع الاستراتيجية تواجه المصير المجهول ولم تسعفها الأموال التي خصصت من خلال الموازنات ولا غريبة في مشاريع المؤطرة دائما بالتلكؤ وليكون المواطن ضحية هذه العبارة بعد ما ركزنا على قضاء شطرة ومستشفى الحوراء التخصص الأطفال حاليا موجود مستشفى شبايش العام الحقيقه هناك ايادي خفيفه تقف عدم انجاز مستشفيات حكوميه لان احنا ندري اكو مستشفيات اهليه تابعه للسياسين ورجال اعمال فهذا ياثر بشكل مباشر اذا تم انجاز مستشفيات حكوميه راح تاثر على المستشفيات يقول لك المواطن انا اما مستشفى الاهليه موجود مستشفى حكوميه اغلب مستشفياتنا هي كامله 90 او 70% لكن للاسف الشديد ماكو اجهزه طبيه هنا بالناصريه بصوره عامه المستشرعة بالناصريه مستشفيات الاهليه سبب دمار مستشفيات الحكوميه ومؤسسه الصحه قار عشر سنوات غير كافيه لانجاز مستشفى سعه 100 سرير في قار فإرادة الفاسدين والمنتفعين حالت دون ذلك مراعاة للقطاع الخاص الذي اثقل كاهل المواطن الفقير من قضاء الشطره شمالي محافظه ذقار راس الكريم قناه الفضائيه. أطلق أهالي منطقه الألبان في ذقار مناشدات للجهات المختصه بمراجعه مطالبهم المتعلقة بتوفير الخدمات والتخلص من النفايات التي تسببت في انتشار الأمراض الجلدية ووجود الحشرات الضارة للصحة العامة نتيجة الإهمال المقصود من قبل المقاولين منطقة الألبان هاي المناظر بالنسبة للبلدية أنا بعدني ما حاط جديد صار لي سنتين تقريبا أبني بيتي ما شفت كابسة أو حاوية مال بلدية تجي للمنطقة ثاني شيء والمأساة الكبرى اللي المقاول اللي أبو المجاري خلى التراب مسدوده الشوارع عفوا راحوا اغلبيتهم اجروا شفلات على حسابهم وشالوا الأنقاط طلعوا طريق للأطفالهم والعوائلهم اطالب البلديه واوجه توجيه لهم بحل مشكله هاي المجاري وهاي المجاري جاي تعبر على الساحه ومن هناك مسدوده على جهه البنزين خانه على الشارع العام فاطالب السيد مدير بلديه الشطره والسيد مدير مجاري الشطرة بيخلصونا من هذا النهر وإيجاد حل إليه بأسرع وقت ممكن. هذا يسبب أمراض للأطفال وللكبار وهذا أصبح وباء علينا. طمنا وحنا عدلين الله خرجحته. إيه إيه. فلساعدنا حكومتنا جالمردهم. ما <applause> والله على حسب الشارع ما قاصير عادي. شو هو مطموح حنا نشيل من العرفه اعطونا وخلوا التراب هنا وعافونا وراحوا وراحوا يشتغلون بذيك الجهه وندير بخويا وندي تعال بس سوينا طريق هسه خاف واحد يتعارض هاي مم. ماكو هسه نجي وهسه نجي لما البارحه جبنا لنا شفن ولا حسابنا والله حساب ودفعنا شو اسمها هاي المنطقه؟ هاي للبان للبان المن تابع؟ تابع المركز هذا تابع هذا المركز المركز هذا هذا المركز الفوج مال مم. قضاء الشطر ومنذ قار الى الديوانية، اذ تهدد المحافظة كارثة بيئية وصحية جديدة، تضاف إلى كونها أفقر محافظات العراق، نتيجة تتراكم أطنان من النفايات بينها مخلفات طبية ملوثة قرب الدوائر والمراكز التخصصية للقلب والحروق، وما يرافقها من روائح كريهة، وتجمعات للكلاب السائبة، وانتشار للأمراض والأوبئة. مشاهد يومية اعتاد عليها المواطن في الديوانية فهذه الأكوام من النفايات تخنق الشوارع والمارة بشكل يومي مساحات مليئة بالروائح الكريهة والكلاب السائبة الغريب فيها أنها تقع بالقرب من دوائر حكومية ومستشفيات فضلا عن وجود مخلفات طبية مليئة بالتلوثات لتتعالى المطالب بنقل هذا الطمر الى مكان بعيد عن المناطق السكنيه. احنا اليوم امام كارثه بيئيه، تلوث بيئي حقيقي بعباره عن كارثه، يعني هذا مكب النفايات اللي جاي تشوفه هنا امامك هو صاير بمدخل المدينه، مدخل مدينه الديوانيه، لا وجود لاي دور رقابي ولا متابعه حقيقيه من قبل الدوائر المعنيه بهذا الشان. هذا مكب النفايات صار لما يقارب اكثر من خمس سنوات الى سته حتى اصبح انه مكب نفايات للمستشفيات انه تجيب هنا المخلفات الطبيه هذه اماكن قريبه يعني مستشفى الحروق واحنا نعرف شنو خاصيه مستشفى الحروق عندما تكون امامها تلوث بيئي بهذا بهذا الحجم وبهذا الخراب ناهيك عن مديريه التربيه الديوانيه المركزيه اللي ما يقارب باليوم يزوروها خمسة 5000 مراجع ومواطن وهذا الـ الـ المخلفات صايره بمدخل المديريه مختصون حذروا من انتشار الامراض والاوبئه جراء تراكم النفايات دون معالجه حقيقيه وفي السياق ذاته اتخذت بيئة الديوانية إجراءات قانونية بحق المخالفين وفرض عقوبات على المستشفيات المحيطه لرميها مخلفات صحيه دون اللجوء الى حرقها لا يوجد اي موقع طمر صحي نظامي في المحافظه اللي موجود كلها عباره عن مكبات نفايات ولكن المغلق اللي بتاثير كبير على صحه الانسان اللي موجود الديوان الموجود بالمحافظه هو موضوع المحطات التحويليه او المكبات داخل المحافظه ومنها مكب النفايات الموجود في معسكر المعسكر القديم طبعا هذا له تاثيرات سلبيه كبيره على الصحه وعلى الواقع البيئي الموجود مديريتنا اللي هي تعتبر احدى الاذرع التنفيذيه وزارة البيئه اتخذت كافه الاجراءات القانونيه بحقها وتم اعلام كافه المراجع الموجوده بالمحافظه على شكل كتب رسميه بضروره معالجه هذا الموضوع خصوصا ان هذا الموقع يعني يكون قريب من مراكز تخصصيه لقسطره القلب ومركز تخصصي للحروق. من افقر المحافظات خدميا من الديوانيه سيف علي. أما في السليمانية حيث وجهت منظمة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة مطالب عاجلة للحكومة الاتحادية بضرورة افتتاح مستشفى خاص لزرع تلك الأعضاء حسب وصية المرضى وذلك وفق القانون والشريعة الإسلامية إلى جانب توفير الحماية للمرضى من ظاهرة الابتزاز. منظمة المتبرعين بالأعضاء البشرية في كردستان تعد أول مؤسسة في الإقليم والعراق تعنى بتوفير أعضاء الجسد بعد الوفاة من متبرعين سجلوا أسماءهم فيها من أجل التبرع بأعضائهم بعد الوفاة عد بلغ عدد المسجلين في المؤسسة 1230 متبرع المنظمة عملها عمل إنساني بعد ما يموت أي شخص نقدر نتعامل ويا هاي الشخص ونستفيد من تقريبا سبع أعضاء جسمها وهاي السبع أعضاء كلهم باطنية على مود ننقذ المرضى اللي يحتاجون على هاي الاعضاء الجسم. احنا نطلب من الحكومه الوز... العراقيه والحكومه الاقليميه الكردستان افتتاح لو مؤ... تاسيس مستشفى خاص بمتبرعين اعضاء جسم على مود اقل شيء بالشهر ننقذ اذا ننقذ 10 اشخاص يصير هاي شيء انساني كبير. المؤسسه تاسست قبل أحد 11 عاما. تعمل وفق القانون والشرع الاسلامي وتحمي في ذات الوقت الاشخاص المرضى من عمليات الابتزاز لبيع الاعضاء ومخاطر تجاره الاعضاء، حيث تمكنت هذه المؤسسه من توفير الكلى لعديد من مرضى الكلى وزراعتها بشكل سليم دون مضاعفات. ويعدها المختصون خطوه ضروريه يجب ان يكون لها مركزا حكوميا خاصا بها. ينقذ ارواح ناس في حالات سريريه متدهوره وينقذ ارواح الناس من عده مشاكل. بناء على هذا احسن شيء هو يكون هناك مركز او خلي يكون مستشفى خاص بزرع الاعضاء. حيث اللي لحد الان جاري هو الليفنج دونر يعني اللي يتبرع هو شخص صح. وشخص واعي وهو يتبرع بالعضو مالته كلى او كبد او غير الاعضاء احنا نريد نتطور هذا الى عمليه زرع من نون ليفنج دونر اكو مرات المرضى يعاني من الفشل الاعضاء ما عندنا حل اخر عدا ناخذ هذا الاعضاء من شخص اخر يعني هذا اسمه ازراع زراعة اي, أي عضو يعني ماكو معمل اه يصنع هذا العضو ماكو ما من ناخذ ما من نقدر ناخذ من الحيوانات لازم اه ناخذ من إنسان آخر وانسان اخر وبكل بكل عالم يسوون لان ياخذون من واحد اللي يعاني من موت السريري لان اذا 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 ما يكون عندنا بالعراق هذا البروجرام اللي ناخذ الاعضاء من واحد من الموت السريري لازم ناخذ اعضاء من واحد عايش يعني آه وكل عمليه باحتمال مال مضاعفات، يعني مرات آه تجيب واحد آه تاخذ كليه منه تاخذ نص الكبد منه، لا سامح الله يمكن يصير مضاعفاته، بس اذا يكون عندنا هذا البروجرام، ناخذ الاعضاء من واحد من الموت السريري والوضع مال المتبرعين يكون يعني ما نحتاج متبرعين اصلا. وتبحث منظمه المتبرعين بالاعضاء البشريه مع وزاره الصحه امكانيه فتح مستشفى من قبل القطاع الخاص للاستفاده من التبرع بالاعضاء البشريه من قبل المنتمين للمنظمه حيث بالامكان تقديم نحو عشر متبرعين شهريا مما يسهم في اعاده الحياه لعدد من المواطنين من السليمانيه مخلد محمد قناه دجله الفضائيه وفي اخر باب من ابواب الفترة دولار مشاهدينا حيث سنفرده او للمناخ حيث أظهرت لقطات مصورة تفاقم أزمة الجفاف في هور الدلمج، فيما أكد ناشطون بيون أن الجفاف غيب السمك البني والطيور المهاجرة. وتؤكد تقارير أممية أن الأهوار لم تعد أهوارا وأن موجة الجفاف هي الأسوأ منذ 40 عاما بعد أن تقلصت مياهها بنسبة 70%. وبحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن الجفاف وتدهور الأراضي وزيادة الملوحة في الأنهار والروافد تضع ضغوطا متزايدة على الزراعة وتربية الماشية وصناعات صيد الأسماك حيث لا تستطيع العديد من العوائل ضمان سبل عيش كافية ومستدامة في المناطق الريفية مشيرة إلى أنه بحلول حزيران 2024 اضطرت أو في 2023 اضطرت نحو 14 ألف أسرة إلى النزوح بسبب تفاقم الجفاف بعشر محافظات حذر الناشط البيئي احمد نعمه ان المحافظات الجنوبيه على اعتاب كارثه بيئيه في حال لم تتوصل الحكومه الى تفاهمات مائيه. لافتا الى ان عشرات الالاف من العوائل نزحت باتجاه المدن نتيجه جفاف الاهوار وما هدر من الماء في السنوات السابقه اخطر بكثير من سرقه القرن. علينا ان نعلن ان بعض محافظات الجنوب قد اصبحت محافظات منكوبه. وذلك يعني ان الكثير الكثير من مئات الالاف من المواطنين فقدوا وظائفهم وباتوا يبحثون عن وظائف قرب المدن وقرب مراكز الأقضية والنواحي بالتالي فقدنا الأهوار كموروث اجتماعي وكفلكلور عراقي وكنظام بيولوجي متكامل بالتالي فقدنا الثروة السمكية بشكل كامل والثروة الحيوانية تقدر بأكثر من 35% عشرات الالاف من العوائل نزحت وبالتالي آه الخراب قادم لم يبقى من خزينة العراقي في الشهر الماضي سوى خمسة ونصف مليار اما الان ما يقارب ستة ونصف مليار ستة ونصف مليار آه والري الاخيرة تحتاج الى اثنين آه ونصف مليار يعني نحن على اعتاب كارثة بيئية ان لم آه ينعم الله علينا بالمطر او ان لم نصل الى تفاهمات مع الجارة التركية لاطلاق مياه عبر دجله وهذه الحكومه ورثت خزينا يعني شبه خالي بالتالي يعني لا نلقي باللوم على هذه الحكومه بل نلقي باللوم على الحكومه السابقه التي هدرت كميه كبيره جدا من المياه واكرر كما كررته بالكثير من القنوات ان هدر الماء في العراق هو اخطر من هدر المال العام وما هدر بالماء بالفتره الماضيه بالاربع خمس سنوات الماضيه هو اسوا بكثير من سرقه القرن الذي التي تتحدث عنها النزاهه نظم أصحاب الأراضي الزراعية المتعاقدين مع الشركات النفطية في ميسان وقفة احتجاجية للمطالبة بحقوقهم المالية الخاصة بشمول قرارات التعيين بعد استغلال أراضيهم بالمشاريع الصناعية مناشدين رئيس الوزراء للنظر في وإيصال الحقوق إلى مستحقيها احنا طلعنا مظاهرات عدة مرات نطالب رئيس الوزراء احنا اصحاب اراضي اخذوا اراضينا واحنا صارنا بالخدمة تقريبا ثمان سنوات وتسع سنوات وعشر سنوات اجور يومية لا احنا نشمن بالعقود اللي حضرة رئيس الوزراء ثبتهم ولا احنا على المشغل الاجنبي ورواتبنا تختلف عن الراتب اللي هسه احنا نطالب شركة نفط ميسان ودولة رئيس الوزراء بتثبيتنا لان احنا اصحاب حقوق واصحاب اراضي. اخذت اراضينا الشركات النفطيه المستثمرة وعينتنا. ولحد الان من 2013 ولحد الان نحن اجر يومي. وماكو وزاره بقى بها اجر يومي، كل الوزارات حولت الاجر اليومي الى عقود وقرار من دوله رئيس الوزراء. بس احنا الشريحه الوحيده ما ندري شنو السبب، احنا مو عراقيين. ناشد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني، نناشد الاخ وزير النفط، نناشد كل الاخوه الغياره في مجلس النواب ان تكون هناك حل لمشكله ابناء العقود الزراعيه الذين تم تعيينهم من قبل شركه نفط ميسان منذ 2014 لهذا اليوم دعت مجموعه من منظمات المجتمع المدني لتشكيل تحالف تحت اسم شبكه البصره لحمايه وتحسين البيئه يضم رجال اعمال ووجهاء من محافظه البصره لبحث سبل معالجه المشكلات المائيه التي تعاني منها المحافظه في فصل الصيف. نتابع التفاصيل في هذا التقرير لا تزال أحداث ما سمي بثورة الماء عالقة في أذهان المراقبين الخسائر كانت فادحة خمسة وعشرون شهيدا بين أوساط المتظاهرين لم تبقى دائرة حكومية أو مؤسساتية لم تطلها نيران الحرائق كانت التظاهرة جامحة نتيجة لتلوث مياه الإسالة التي تسببت بإصابة أكثر من ربع مليون إنسان بالإسهال أو المغص المعوي إثر هذه الكارثة البيئية شلون نصلح مشروع البدعه وعدنا خطط وبدينا بها يوم اهلي يموتون علي ان شلون اوصل لهم ماء من ذاك اليوم لليوم ايش فلوس انصرفت للبصره بخصوص هاي المعالجات للماء نلتقي هذا اليوم والعالم اجمع يواجه تحديات خطيره فيما تقرع منظمات بيئية ناقوس الخطر خصوصا مع شح مياه الأمطار هذا العام وارتفاع التراكيز الملحية حتى مع بداية الشتاء الحالي لتعقد تحالفا من 16 منظمة تحت اسم شبكة البصر لحماية وتحسين البيئة لطرح بحوثها ودراساتها بغية الوصول إلى توصيات للجهات ذات العلاقة هذه الشبكة ارتأينا لا تعتمد بس على منظمات المجتمع المدني تكونت من 15 أو 14 منظمة مجتمع مدني مهتمة بالبيئة وكذلك الناشطين الموجودين في هذا وكخطوة أولى أنه يدخل القطاع الخاص داخل هذه الشبكة ناقوس الخطر دق منذ زمن بعيد منذ سنوات ونحن ننادي بالمشاكل التي تعاني منها محافظة البصرة شط العرب أعلن ميت سريريا منذ زمان ولا توجد حلول حقيقة في الأفق والوضع يعني من سيء إلى أسوأ وجدنا أنه كل المشاكل وكل ال... المآسات وكل التناقضات وكل المآسي اللي يمر بها الشعب العراقي بما مشاكل اجتماعيه او مشاكل سياسيه وحتى المشاكل الامنيه ترجع جذورها الى مشاكل بيئيه هل ستلتفت الجهات المعنيه بالبيئه الى هذا التحالف هل سيلقى دعما حكوميا للخروج بنتائج قادره على تحسين الواقع البيئي في المحافظه كلها تساؤلات والمستقبل للصيف القادم لقناه دجله حسن مظلوم البصرة وأخيرا في النجف على مساحة تقدر ب400 دونم وبسعة 100 ألف متر مكعب تقوم محافظة النجف بتشييد أول محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي لسد النقص الحاصل في ري المزارع في هذا التقرير بنشوف التفاصيل اول محطة عراقية لاستثمار مياه الصرف الصحي والامطار في الزراعة وري الاراضي اضافة الى التخلص من المياه الراكدة وتلافي حالات الغرق التي شهدتها الاحياء السكنية سابقا محافظة النجف الاشرف هي اول محافظة نفذت محطة معالجة لمياه الصرف الصحي ومعالجة مياه الصرف الصحي بطريقة بيولوجية وبالتالي يعني ممكن الاستفاده من مياه التي يتم تصفيتها ومعالجتها من خلال هذه المحطات بعمليات السقي وباستخدامات الزراعه. مجمل المشروع يتكون من محطتين للدفع محطه في هذا الموقع ومحطه اخرى في موقع الاخر على مسافه خمسة كيلو متر من بعدها خط دفع اخر ومن بعدها خط ناقل رئيسي يتجه باتجاه محطه المعالج. مشاريع عدة جاءت لتخليص المحافظة من المشكلات التي طالما عانى منها ساكنيها وأهمها تجمعات المياه الثقيلة داخل المدن إضافة إلى شح المياه الذي أدى إلى انحسار الزراعة وهجرة الفلاحين لأراضيهم المشروع ساعة مئة ألف متر مكعب باليوم يخدم خمسمائة ألف نسمة مساحته تقريبا 400 دونم، المياه الخفيفه بعد ما تعالج تطرح الى النهر وبجذوع، هي مستفاد من عنده بالسقي. سقي المزارع. المشروع ثلاث مراحل يمر، اول مره مرحله الترسيب بواسطه احواض الترسيب، المرحله الثانيه بواسطه احواض التهويه تصير معالجه بكتيريا هوائيه. والمرحله الثالثه بواسطه الدايجسترات تصير معالجه لا هوائيه. ينعزل المياه الثقيل عن المياه الخفيف المياه الثقيل ينطرح الى الدراين بيت احواض التجفيف هناك يصير اسمده تستفاد من عده دوله كسمات تبيع عن المزارعين والجزء الثاني مياه خفيف بعد ما يتعالج بالكلور منظومه الكلور ينطرح الى المبازل يستفادوا منه بالسقي الاراضي الزراعيه نسبه الانجاز تنصيب المعدات الميكانيكيه والكهربائيه حاليا بحدود 92% اضف الى ذلك اعمال مدنيه كامله 100% ممكن التشغيل بعد ست اشهر ممكن بدء التشغيل التجريبي تسعه اشهر ان شاء الله التسليم للجهه المستهدفه. هو واحد من اضخم المنشئات التي شيدت كبنى تحتيه واهمها في الوقت الحاضر وصل الى مراحل انجاز متقدمه استخدمت فيها التقنيات العالميه والخبرات العراقيه. لقناه الدجله من النجف كرار العساف. اغلقنا ابواب حلقتنا اليوم من برنامج بيترو دولار، في الحلقه القادمه سنفتتح لكم ابواب اخرى، شكرا لكم على كرم المتابعه والى اللقاء.